السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، تقدم معنا في الدرس السابق أن تكلمنا عن باب ما يمحق الكذب من البركة، وقلنا أن عاقبة الكذب وشؤمه حاضر ويذهب بخيري الدنيا والآخرة، وأما الصدق فعواقبه حميدة في الدارين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وتكلمنا أيضا عن كبيرة من كبائر الذنوب مندرجة تحت الكذب، وهي من تحلم بحلم لم يره، وقد جاء الوعيد على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وقلنا أن السبب في كون الكذب في المنام كبيرة، وإن كان الكذب في الحقيقة أشد، لأنه كذب على الله تبارك وتعالى، فالرؤيا جزء من النبوة كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عمن يعبر الرؤيا على غير وجهها، فيقول: أبي النبوة يتلاعب؟ أو قال: أيلعب بالنبوة؟ فهو أمر خطير. وإذا كان الأمر كذلك، فكون الإنسان يقول أني رأيت في المنام كذا وكذا وهو لم ير ذلك، فإنه واقع في الكذب بأمر كبير، وهو التحلم بحلم لم يره، بحلم لم يره. انتقل المصنف رحمه الله تعالى في الباب التالي إلى الكلام عن مرض القلب وموته، وقد تطرقنا في الدرس السابق إلى الآيتين الأوليين من هذا الباب، و سنتكلم إن شاء الله اليوم عن هاتين الآيتين وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مرض القلب وموته، وقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع آخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. قال: ثم يطبع عليه بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عنه بنحوه. وعن مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط بغلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. وأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص.
عرف الحق ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام القلوب، وتكلم عنها بالأدلة الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. فأول تلك الأدلة قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن الله تبارك وتعالى ذكر في أول سورة البقرة أنواع القلوب الثلاثة، فأول تلك الأنواع القلب الحي. قال الله تعالى في أول سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء أصحاب القلوب الحية. ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى القسم الثاني وهم أصحاب القلوب الميتة: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ثم انتقل الله تبارك وتعالى إلى هذه الآية وهم أصحاب القلوب المريضة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالمنافقون قلوبهم قلوب مريضة، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التالية في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. المنافقون في هذه السورة في سورة الأحزاب ذكر الله خبرهم بأنهم كانوا يرجفون في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب خرج مع أصحابه، لكن جاء المنافقون في المدينة واعتذروا عن الخروج وتخلفوا وصاروا يرجفون ببث الشائعات ويقولون: يزعم هذا، أي محمد صلى الله عليه وسلم، يزعم هذا أننا سنفتح فارس والروم وإن أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا بحرس معه. يكذبون الله ورسوله. وقالوا في سورة الأحزاب كما قال الله عنهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا شأن المنافقين دائما، لكن أخزاهم الله وكذبهم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أرسل الله ريحا فاقتلعت خيامهم وأكفأت قدورهم وأتت بالحصباء فحصبتهم، ونصر الله تبارك وتعالى رسوله بلا قتال. لكن كان من شأن المنافقين أن يستمروا في إرجافهم، لذلك قال الله تعالى في هذه الآية: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. واعلموا أيها الإخوة أن هذا هو شأن المنافقين دائما قديما وحديثا، فإنهم إلى اليوم يرجفون بين المسلمين ويزعمون أن الله لا يظهر دينه ولا ينصر أولياءه ولا يعز ويعلي كلمته إلى غير ذلك مما يقولونه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بقية الأدلة ما يدل على قبيح فعلهم وأنهم يستمرون في ذلك، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المنافقون والكافرون وغيرهم. فالله معز دينه وناصر أولياءه ومظهر كلمته ولو كره هؤلاء. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الأحزاب أيضا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا: المنافقون يقتنصون ويتصيدون كل أمر يستطيعون الدخول عليه
إلى المسلمين ويرجفون فيهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث التالي فقال: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع، إن تاب ونزع أي أقلع عن الذنب واستغفر، صقل قلبه، والصقل للشيء التجلية والتنظيف له. وأصل النكت أيها الإخوة الذي في أول الحديث الضرب في الأرض بعود يؤثر فيها، هذا هو النكت. فكأن الذنب يؤثر في القلب بالنكتة التي تأتي فيه من ذلك الذنب. وقوله صلى الله عليه وسلم صقل قلبه، الصقل مأخوذ من إزالة ما يكون على الحديد والمعادن من الصدأ ونحو ذلك، ما يكون عليها من الغشاوة أو من الغشاء، فإذا أزيل ذلك بأي وسيلة كانت كان ذلك صقلا لها. وكذا العبد المؤمن إذا استغفر ونزع عن ذلك الذنب وتاب فإنه يصقل قلبه، وإن زاد من الذنب زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما يفعل الإنسان الذنب ذنبا بعد ذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يمتلئ القلب من تلك الذنوب ومن هذه النكت السوداء، فيغشاه الران الذي قال الله تعالى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يعملون بسبب أعمالهم. ولذلك قال الأعمش مفسرا أو شارحا هذا الحديث قال: أرانا مجاهد بيده، قال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذا، يعني مثل اليد، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، وقال بأصبعه الخنصر هكذا، أصبعه ولا أصبعه ولا أصبعه لكيف، كلها صحيحة، أصبع وإصبع وإصبع كلها صحيحة، قال بأصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبعه الأخرى هكذا، فإذا أذنب ضم وقال بأصبع آخر هكذا، حتى ضم أصابعه كلها، قال: ثم يطبع عليها بطابع، وكانوا يرون أن ذلك هو الران، يعني هذه الذنوب تأخذ قلبك فيكون عليها كالغشاء، مقبوض عليها كقبضة يدك على قلبك. فإذا غشيت قلبك هذه الذنوب أقفلته، وسيأتي معنا. قال وعم مجاهد أيضا قال: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال. والقرآن أيها الإخوة جاء فيه ذكر الران، وجاء فيه ذكر الإقفال، وجاء فيه ذكر الطبع، وجاء فيه ذكر الإقفال، ذكرت الإقفال، جاء فيه ذكر الران، وجاء فيه ذكر الختم، وجاء فيه ذكر الطبع، وجاء فيه ذكر الإقفال. فالران في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطتها الذنوب ذنبا بعد ذنب. والختم في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ويقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فبعد الختم لا تقبل تلك القلوب حقا ولا يلج إليها. والطبع في قوله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، وذكرت في آيات أخرى أيضا. والإقفال في قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها فلا يخرج منها الباطل ولا يدخل إليها الحق. واعلموا أيها الإخوة أن قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذه الآية ذكرت في حق الكفار، لكن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تحذيرا لهم. هذا الحديث أيها الإخوة يوضحه ما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن ذكر طبعا حذيفة الأثر، ولعلي أذكره لكم كاملا حتى يتضح، قال حذيفة: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل.
قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة فأسكت القوم، فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. قال أبو خالد فقلت لي سعد يا أبا مالك ما أسود مرباد؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال منكوسا. هذا الحديث أيها الإخوة يوضح الحديث السابق، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا نقي، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربادا كما قال الراوي، قال شدة البياض في سواد، أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما معنى كالكوز مجخيا؟ الكوز لو افترضنا أن فيه ماء، لنفترض أن هذا هو الكوز، كلكم تعرفون الكوز، لو افترضنا أن فيه ماء، هذا الماء الذي فيه ما هو؟ هو الحق، هو الحق. هذا الرجل لكثرة ما يأتيه من الفتن ويقبلها أصبح قلبه كالكوز منكوسا، هكذا كالكوز مجخيا. طيب إذا صار منكوسا ماذا يحصل للماء الذي فيه والحق الذي فيه؟ يخرج، أليس كذلك؟ يخرج كالكوز مجخيا. خلاص إذا خرج الحق أقفل، فأصبح كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا، ما عاد يدخل إليه شيء، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أقفل على ما فيه من باطل، فأصبح منكوسا لا يدخله شيء وقد خرج منه الحق الذي فيه والعياذ بالله. إذن هذه هي القلوب، إما أن تعود إلى قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإما أن يكون أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك أنت اليوم أيها الأخ المسلم وسط هذه الفتن التي نعيشها، وهي من عقود هذه الفتن موجودة ومنتشرة، لكن لا تتعجب إن رأيت بعض الناس تأمره بمعروف فلا يقبله، تنهاه عن منكر فلا يقبله، بل لا تتعجب من أناس يرون أن الحق الذي أنت تسير عليه رجعية، وأن هذا الحق الذي أنت عليه إنما هي مجرد هوايات أو عادات أو أعراف أو كما يقول رياضة أو نحو ذلك، أعوذ بالله، أصبح قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولذلك يقول أبو سليمان الدراني رحمه الله تعالى لا تعجب ممن هلك كيف هلك، لكن اعجب ممن نجا كيف نجا. هذه الفتن التي تأتي وتجد بعض الناس الذي يتكلم ولا تظن أنه يتكلم يكذب، لكن أصبح قلبه لا يقبل المعروف ولا ينكر المنكر إلا ما أشرب من هواه، لا تتعجب من هؤلاء، لكن اعجب ممن نجا وابتعد عن هذه الفتن كيف ابتعد. الحديث الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله القلوب أربعة، قلب أجرد مثل السراج يزهر، وهذا هو قلب المؤمن، وقوله مثل السراج يزهر أي تلا، لا
وهذا التشبيه جاء في كتاب الله مثله في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. المشكاة الفتحة التي في الجدار إذا وضع فيها المصباح وهذا المصباح غطي بزجاجة يكون النور أقوى وأجمع، أليس كذلك؟ كذلك قلب المؤمن، قلب المؤمن إذا اجتمع فيه الحق وتآلفه وغطي هذا الحق بحق فوقه كان أقوى وأدعى للتمسك به والثبات عليه. قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. قال أهل العلم: أي نور القرآن على نور الإيمان. لذلك القلب الحي يلتزم دائما ذكر الله تبارك وتعالى، وسيأتي معنا. المهم أن تعرف أن هذا هو قلب المؤمن. وقلب أغلف مربوط بغلافه، قلب أغلف مأخوذ من قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. غلف مغلفة مقفلة، هم يقولون أن قلوبنا مقفلة لا نسمع لما تقول يا محمد، وكذلك لمن قبله من الأنبياء مع أقوامهم يقولون ذلك. الحقيقة أنهم هم أقفلوها ولا يريدون أن يسمعوا حقا. وقلب منكوس وهو قلب المنافق، وقد شرحنا معنى المنكوس قبل قليل. وقلب مصفح مائل عن الحق، هذا فيه إيمان ونفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نور، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص، عرف الحق ثم أنكر، ولذلك سمي منكوسا مقلوبا. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. وتأملوا كيف شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب الذي فيه إيمان ونفاق. قال: ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب. ما هي البقلة؟ ما هي البقول بشكل عام؟ البقول هي النباتات التي لا جذع لها، تنبت على الأرض، هذه تستمد الماء مباشرة مما يسقى إليها في الأرض. قال: كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة التي تأتي في الجسم، القروح، يمدها القيح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. ولذلك هذا القلب قلب خطير يخشى عليه من الهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يصلي الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا القلب الذي فيه إيمان ونفاق، فهذا هو القلب المنكوس. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم أن نتكلم عن علامة حياة القلب، وعن أثر حياة القلب على الجوارح، وعن ما يسببه الطبع والختم على القلب للإنسان، وما هو الأمر الذي إن اعتاده الإنسان تسبب في الطبع والختم على قلبه، وهو أمر وللأسف الشديد كثير في هذه الأيام، كثير في هذه الأيام، وقد فشى بين الصالحين والفاسقين وغيرهم. ولو تنبه إليه الإنسان وابتعد عنه لسلم قلبه وصفى، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: أبيض على مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، إنه لذلك القادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.